very good evening. Thank you for joining us. You're watching the news from Bahrain Television. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received at Sakhir Palace today Minister of Education Dr. Majid Al Naimi, who introduced to His Majesty several organizers of Bahrain First Festival and National Action Charter Anniversary Festival. On the occasion, His Majesty the King delivered a speech. On the occasion, His Majesty the King delivered the following speech. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نود في البدء أن نرحب بكم وأن نتوجه بالشكر والتقدير لجميع منسوبي وزارة التربية والتعليم من مسؤولين وأساتذة كرام وطلبة وطالبات على مبادراتهم ونشاطاتهم الهادفة والمتنوعة التي تقوم بها للاحتفاء والاحتفال بأعيادنا الوطنية المجيدة من خلال المهرجانات التربوية السنوية البحرين أولاً والاحتفالات الخاصة بذكرى ميثاق العمل الوطني ولقد سعدنا كثيراً بمشاركة أبناءنا وبناتنا فرحتهم بأعياد الوطن وبرؤية تعبيرهم الصادق لحبهم وانتمائهم وولائهم للبحرين كما تابعنا بكثير من التقدير المساهمات الطلابية وما حملته من مضامين وطنية أصيلة أوصلت لنا طبيعة المساعي التي تبذلها مؤسساتنا التربوية في تشكيل ثقافة الانتماء الوطني ومساعدة أجيالنا على ترجمة الشعور بحب الوطن إلى سلوك مسؤول ووعي مدرك لواجباتهم الوطنية وهي جهود لا بد لها أن تتواصل عبر الخطط والبرامج التربوية المتخصصة بتركيزها على التعريف بموروثنا التراثي العريق النابع من محيطنا العربي بحضارته الغنية والتأكيد على مبادئ ديننا الحنيف الداعية للتسامح والاعتدال وتنمية الثقافة الوطنية
وتأصيل مفاهيم المواطنة الإيجابية فكراً وتطبيقاً. ونود هنا التشديد على حجم وجسامة المسؤولية التي تتولاها الكوادر التعليمية والتربوية في حمل رسالة العلم ونقلها بأمانة وطنية خالصة لتحصين فكر الأبناء من التطرف والتحيز الفكري والطائفي، وتعميق حسهم بالمسؤولية الاجتماعية، وتمكينهم من حفظ واحترام حقوق وطنهم عليهم. مقدرين لوزير التربية والتعليم وفريق عمله حسن تطبيقهم لتوجيهاتنا من أجل تطوير الأنظمة والمناهج التربوية، موجهين بهذه المناسبة بأهمية تنشيط العمل بمكتبة الملك حمد عبر إتاحة مقتنياتها العلمية والفكرية للباحثين والدارسين لتكون خير رافد للإنتاج والنشاط الفكري والمعرفي على المستوى العالمي والوطني، وبما ينسجم مع رؤيتنا لدورها ومكانتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بإلقاء كلمة. Minister of Education also delivered a speech in which he thanked His Majesty the King on behalf of the affiliates of the ministry, universities and the students of public and private institutions for the honor of meeting with the organizers of Bahrain First Festival and the National Action Charter Anniversary Celebration, in which thousands of students took part to express their love and loyalty to their homeland under the wise leadership of His Majesty the King. He also thanked His Majesty for his continuous support to the educational process, affirming that the ministry is following the royal directives to further develop education in the kingdom so as to develop human resources and build a brighter future. Minister Al-Naimi asserted the commitment to exert more efforts to achieve further accomplishments for Bahrain and highlighted the care and follow-up of His Royal Highness the Prime Minister and His Royal Highness the Crown Prince. He also noted the follow-up of Deputy Premier Sheikh Mohammed bin Mubarak Al Khalifa to implement the initiatives and programs of the National Project for Education and Training Development. After that, student Amna Al-Busmait and student Nasser Al-Ghassab recited a poem composed by teacher Aqil Jafar. دعم جلالتكم المتواصل واللا محدود للتربية والتعليم، وأن المسيرة التعليمية في بلادنا تشغل حيزاً كبيراً من فكركم النير، والمشهود له محلياً وخارجياً ببعد النظر وباستشراف المستقبل والحكمة الفذة، وهو تكريم يبين رعايتكم لمستقبل أجيال شعبكم الوفي الذي تولونه جل اهتمامكم وتسهرون على راحته، فنلتم بذلك محبة صغيرة قبل كبيرة. ولئن سألنا يا صاحب الجلالة الذين يقفون اليوم بين يدي جلالتكم عن عميق مشاعرهم، فلن تجدوا سوى الشكر والتقدير والامتنان لما تحقق لهم ولزملائهم من إنجازات ومكتسبات شملت سائر أوجه الحياة. ولعل البعض يتساءل، من أين تستمد الوزارة القدرة المتجددة على الإنجاز والتطوير؟ نقول وبكل فخر إننا نسير على هدى من توجيهات جلالتكم الحكيمة الملهمة، ونعمل على ترجمتها، ونستمد من قبساتها كل عون. لذلك كانت الثمار طيبة والنتائج مشرفة، رصيداً للوطن
وهذا ما شهدت به التقارير الإقليمية والدولية. كما ازدادت في عهدكم المدارس والمباني والمختبرات كماً ونوعاً، وباشرت الوزارة في تنفيذ توجيهاتكم بإنشاء المزيد من المدارس الذكية وفق أحدث معايير البيئة المدرسية. واليوم نفتخر في عهدكم المشرق بأن مملكة البحرين قد أنهت الأمية الأبجدية وبدأت العمل في برنامج محو الأمية المعلوماتية، مستذكرين أن أبرز المشروعات والبرامج جاءت من فكر جلالتكم، مستذكرين بكل الاعتزاز مشروعكم لمدارس المستقبل الذي أوصل التعليم إلى مرحلة متقدمة، ارتقت أيضاً بأمركم بالانتقال إلى مرحلة التمكين الرقمي للتعليم لتصبح المدرسة قادرة على التعامل دراسياً وإدارياً باقتدار مع الوسائل الإلكترونية. كما يشرفني أن أعلن بأن الوزارة باشرت في ترجمة أمركم الملكي السامي بالعمل على تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء إلى الهوية البحرينية العربية الإسلامية وبناء حصون التسامح والتعايش والوحدة الوطنية من خلال المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية، وبدأ العمل الفعلي في المشروع الرائد المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان. سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظكم الله ورعاكم، في زمن المسؤولية الوطنية التي تعلمناها من سيرة جلالتكم، فإننا نعمل يد تبني وتطور التعليم وعين تسهر على وحدتنا الوطنية وحماية الأبناء الطلبة من الأفكار الهدامة التي قد تؤثر على عقولهم أو قلوبهم. سيدي حضرة صاحب الجلالة، أصحاب السمو، الحضور الكرام، ختاماً فإن مسيرتنا تسير بخطوات واثقة وطموح متجدد بفضل دعم جلالتكم الكريم ومساندة واهتمام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله، مؤكداً في هذه المناسبة الوطنية بأن الوزارة حريصة كل الحرص على تنفيذ مبادرات وبرامج المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب الذي يحظى بمتابعة مستمرة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب للارتقاء بمخرجات التعليم. وبالرغم من هذه الجهود الكبيرة والإنجازات المشرفة فإننا لن نتوقف في سعينا لمزيد من التطوير، لأن سقف التطلعات في ظل قيادتكم لا يعرف حدوداً. سيدي لقد بدأت كلمتي بأن هذا اللقاء تاريخي في معناه، ويشرفني أن أؤكد في ختامها بأننا نحمد الله على قيادتكم لهذا البلد، فأنتم ترسمون السعادة والأمل في كل بيت بدعمكم للتربية والتعليم، سائلا الله تعالى أن يحفظ جلالتكم ذخرا وسندا للوطن والمواطنين، ولتبقى راية البحرين عالية خفاقة في سماء العز والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة شعرية يلقيها كل من الطالب سيد ناصر فيصل القصاب من المعهد الجعفري الديني، والطالبة آمنة محمد البسميط من مدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات، من تأليف الشاعر عقيل جعفر من المعهد الديني الجعفري. السلام عليكم، اسمح لنا صاحب الجلالة. قصيدة بعنوان مملكة التسامح. نور نور جبينك والسواعد مطلع،
في كل ناحية عيونك تسطع بدر وشمس في سمائك أشرقت من كل رائعة خصالك أروع في صفحة التاريخ وجهك لوحة بالنور يرسمها الخلود فيبدع مذ أشرق الإصلاح ضاء طريقنا فالحب يبذر والتآلف يزرع صرنا معا جسدا وقلبا نابضا كل إذا عضو شكا يتزعزع ماذا أقول وما أسطر يا ترى والدهر يروي والملاحم تسمع أنتم على صدر الرخاء قصيدة فختامها مسك وجدك مطلع حتى القريض إذا تغنى باسمكم نبضات قلب الشعر طوعا تسجع أجدادكم صرح التسامح أسسوا آباؤكم عهد التراحم شرعوا ولقد تبعتم هديهم طوبى لمن تبعوه بالحسنى ومن هو يتبع يا نهضة التعليم يا أفق العلا في عهدكم تسمو العلوم وتبرع شملت رعايتكم جميع فئاتنا حتى ذوي الحاجات حين تربعوا فوق الحضارات الوزارة حلقت ليواكب العلم الرقي فيرفع بمدارس المستقبل الزاهي نما فازدان يا حمد الفضاء الأوسع تاج الرخاء يزين رأس ملوكها لكن ملكك للرخاء يرصع عتبات مملكة التسامح قد غدت قدماك والقلب المصفى جامع أشجار جودك بالتسامح أينعت بمياه حلمك قد سقاها المودع في كفكم أرض السخاء ترعرعت أيديكم نهر يصب ومنبع أطيابكم كتبت قصيدة موطن أبياتها تعلو ولا تتصدع النور مطلعها وخير ختامها أزكى الصلاة وعطر طه الأضوع سلامتكم. The Minister of Education presented His Majesty the King with commemorative gifts on the occasion. His Majesty the King then held a lunch banquet in honor of the organizers of Bahrain First Festival and National Action Charter Anniversary Celebration. The audience then had the honor to greet His Majesty the King.
His Royal Highness Prime Minister Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa received at Rufaa Palace today, Chairman of the Board of Directors of BNP Paribas Bank Jean Lemierre. The Prime Minister said development of the finance and banking sector requires a secure and stable environment in order to reinforce its contribution in economic and investment growth. He noted the government's keenness to facilitate the role of finance and banking fields as key elements of the economy. His Royal Highness pointed out that the role of BNP Paribas Bank is one of the most important institutions that support Bahraini financial and banking activity and an efficient contributor in providing job and training opportunities for citizens, in addition to its role in supporting Bahraini-French ties. The meeting reviewed the bank's activities in Bahrain, its programs and present and future directions. In this regard, His Royal Highness the Prime Minister noted the keenness of the bank's administration to further develop its work in Bahrain, commending its international status as a significant financial and banking institution. The meeting also reviewed regional and international developments and the impact of the state of instability on some areas, in addition to discussing consolidating the financial and banking sector's ability to overcome economic and security challenges and contribute more to economic growth. For his part, Mr. Lemierre expressed satisfaction with the success of the bank in Bahrain, thanks to the encouraging investment environment provided by the government, led by His Royal Highness the Prime Minister, which contributed to attract investors and reinforce Bahrain's capability to attract and host major financial institutions. He also noted the economic fundamentals of the kingdom, which turned it into a hub for investment and banking in the region. BDF Commander-in-Chief Field Marshal Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa received the Egyptian military delegation from Nasser High Military Academy, headed by the Director of the Center for Strategic Studies at the Egyptian Armed Forces, Major General Mohammed Abdelaziz Mohammed Musa. BDF Commander-in-Chief welcomed the delegation and discussed strong bilateral ties and ways to bolster cooperation between the two countries. The meeting then involved discussions of topics of common interests.